الزول الزول عيد ما سويت ما سرا بان قرار ما يتشاب يعيش زي ثانديت لندن انجلترا نوفر متوكيل الزول الزول عيد ما سويت ما سرا بان قرار ما يتشاب عفوا يعيش زي ثانديت لندن انجلترا هاد شوين بارطاجي بارطاجي تاي ما سوي تما ما نسيبو شوية نهار آخر بما نسيور نسير خدم مجموعة مصريين أزول عاود ثاني عيد ما سويت ماني ما تجاب من جنس رمضان بقراني عيس غازي انجلترا غادي هنا في الدوكي أما غنزرع نهار عيد ما سويت ما كانو سيغ شو حاجة الدارجة ما تفكوش هي اللي فهم ما تفوت غير ماشي تسمى الميساج غانوها نصوف شوي أما غنزرع السلام عليكم إخواني أخواتي المغاربة الأحرار والحرائق في كل مكان في الدياسبورا وفي المغرب. فقط بغيت نهضر اليوم بحال اللي شاهدتو واحد من الاخوان اللي تيشتغلوا معنا في صفحه ريف لان دياسبورا اللي انا يعني مدير ديال الموقع ديال ريف لان دياسبورا نوفل متوكيل يعني هاد لاباج هادي بزاف من واحد كيقول بان هاد لاباج ديال بوليزاريو لاباج ديال خوانات المغرب لاباج ديال الماسونيين لاباج ديال الجمهوريين لاباج ديال العدميين. اذا فقط انا هو مؤسس ديال الموقع ديال صفحه ريفلان ديسبورا وفيها مجموعه من الاخوان اللي تيشتغلوا يعني في تقريب المواطن والرأي العام ببعض الأخبار اللي هي تتعلق بالحراك الشعبي في الريف وفي الديسبورا والمسائل اللي تتعلق بالفساد اللي كاين في المغرب. يعني بحال اللي شاهدتو كان أخ من هيئة التحرير ديال لابوس ريفران ديسبورا طلعتو بأن المسمى بملقب بغيفي دوماغ الاخ الوفي بلجيكي خلق في بلجيكا تربى في بلجيكا عقليه بلجيكيه تربيه بلجيكيه مدرسه بلجيكيه مواطنه بلجيكيه اذا مغربي فقط بالباسبور وبلا كارت ناسيونال. هذا هو اللي تربط ريفي دوما بالمغرب. تلاحظوا اليوم بانه كان في زياره عائليه من حقه يشوف بلاده من حقه يمشي يشوف العائله ديالو يدير صله الرحم. كنشوفوا بان الاخ ريفي دوما تيتعتقل من بلده ديال بن طيب وهو على المباشر يعني كاين دليل وكما لاحظتوا في الفيديو اللي كاين في ريفلان دياسبورا راه كاين ريفي دوما كيهضر وكيتكلم كان كيدير تغطيه لبعض المساله ديال شي حاجه بنطيب كان كيدير تغطيه وعمل تغطيه من المليديه عمل تغطيه من الناطور وكان تيهضر على الفساد والمفسدين وعلى مجموعه من المسائل اللي ما عندهاش العلاقه بتهديد الامن الدوله ولا بتهديد شي حاجه بالتخابر ولا بشي حاجه من هذا. اذا هاد ريفلان ديسبورا هي مؤسسه إخبارية سجلتها كشركة إخبارية كنخلص لها الضرائب ديالها وعندي الدلائل وعندي أكاونتنت المحاسب اللي أنا كنخلص عليها الضرائب هنا بريطانيا ودخلت في الهيئة ديال المدونين ديال السياسيين اللي كاينين هنا في بريطانيا. أنا بلغت بالحادثة للشرطة وبلغت بالحادثة
الامنيستي وبلغت بالحادثه لهذه الهيئه ديال المدونين البريطانيين، اعلن بان السيد كان كيقوم بعمل، واعلن بان هذا ريفلان ديسبورا، ومشيت للبوليس واستفسرتهم على انه كنهضر على بوليتيك في المغرب، كنهضر على السياسه ديال كنفتح الفساد، كنفتح السياسيين الفاسدين، كنفتح يعني ما هو يعني اللي تيلهبوا الشعب ديال المغربي. اذا هنا باش نعطي نصيحه، نصيحه لهاد الجندارم ولا الشرطه ولا الدي اس تي ولا المخابرات، ان اي حاجه راه طلقتو السيد. اذا شكرا، بارك الله فيكم، لان هذا السيد هذا كيقوم بالمهمات ديالو، ومواطن عنده الباسبور ديالو بلجيكي، جا لبلادو ومن حقه يجي لبلادو، دار زياره صله الرحم، ومن حقه كعضو هيئه التحرير ديال ريفلان ديسبورا اللي مسجله كشركه هنا في لندن، وعندها مراسلين في فرنسا، في بريطانيا، في اسبانيا، في جميع الدول الاوروبيه. اذا من حقنا ان نوصلوا المعلومه، ومن حقنا نديروا تغطيه من كل المدن المغربيه، وتنحاول باش ندير هذا الشيء هذا، وتن باش نوصلوا الحقيقه للشعب المغربي الحر. ما راناش كنلعبوا، وما راناش تندوزوا الوقت في هذه الصفحات، راه الناس تتشتغل تجيب المعلومه وكتكتب وكدير بحث وكتجيب باش تنشر شي حاجه في ريفلان ديسبورا اللي هي عندها مصداقيه، وما كتخدمش حتى شي اجنده ديال بوليزاريو ولا ديال الايطا او ديال حتى شي فئه ولا جماعه في العالم. هذه صفحه مستقله للاحرار والحرائر، ما هيش ديال العياشه، ما فيهاش المواضيع اللي تعجب العياشه، مواضيع اللي في ريفلان ديسبورا، مواضيع اللي تتهضر اكثر جلها على مواضيع سياسيه اجتماعيه وربما ثقافيه. اذا المساله ديال اعتقال السيد يقوم بالمهامات ديالو، ما راهش كيدير الصحافه ديال جوج فرانك ولا الصحافه الصفراء، راه كيقوم بالمهامات ديالو، تيمثل واحد لاباج اللي عندها مصداقيه وعندها مجموعه من المتابعين، يعني اللي تيجيو ريفلان ديسبورا باش يعرفوا شي حاجه الحقيقه، اللي مجموعه من المغاربه ما كيعرفوهاش، ومجموعه مريفه ما تعرفوهاش. اذا السيد شبرتو هو كيدير مباشر، وهذاك المباشر دليل على انه ديتوه للكدا وستنطقتوه، ديتولو الباسبور وبديتو ديروا شي مساليب اللي هي كذا. اذا بلاش ما توصلوا لهاد المساليب، بركة غير 1400 معتقل اللي عندكم في عكاشة في الأحل السجون المغربية ديالكم. إذا بركة علينا غير هاد الشيء هذا، بركة علينا غير الصدمة ديال 17 المرة اللي ماتت على الخشة ديال الطحين، بارك علينا غير التي جي في اللي خرصنا عليه الفلوس ديال الشعب بالملاير، النهار الاول خرج من السكه. نتلاهو على هذوك الناس اللي يدخلوا حتى لمراكش وقتلوا الابن ديال الامير ديال الوكيل العام ديال المحكمه الاستئناف اللي كاينه في اسفي ولا في العصرغنا. انا تيدول ما عندناش البلاد في الامن، ما عندناش الامن في البلاد في هذا الوطن. نمشيو للاشياء التافهه الهامشيه وكنتلاهو فيها. خرجوا الناس في الريف، قال لك يظهر الغاء ظاهر العسكره، مطالب اجتماعيه، سبيطار، جامعه، وخرجوا يلبيو النداء ديال ملك درباري اللي خرج في خطاب رسمي مع الشعب نتاعو، تيقول بان لازمكم توقفوا معايا باش نحاربوا الفساد،
الا نتوما ناعسين وخليتوا هذا الفساد، راه هذا كيعني نتوما قابلين على هذا الفساد، وحنا كاملين غادي نعيشوا ضحيه ديال هذا الفساد، وحنا نتحملوا مسؤوليه. خرج ناصر الزبزافي والموت ديال الشهيد محسن فكري الله يرحمه بين على هناك فساد في الميناء في قطاع الصيد البحري. اذا نهار اللي تنشوفوا هاد الناس هاد الاشاويس الصناديد اللي خرجوا في مسيرات سلميه وسمحات الدوله، سمحات الدوله لهاد الناس يخرجوا في مسيرات سلميه لمده 7 شهور، هذا هو الغريب في الامر. الغريب في الامر الدوله على بالها ان الناس خرجت من نهار اللي مات الشهيد محسن فكري بمسيرات سلميه قوامها الرجال والنساء والاطفال تطالب بما هو اجتماعي اقتصادي وفقط، ما طلبوش حاجه اللي هي سياسيه وفقط، استثناء طالبوا بالغاء ظاهر العسكره اللي تم عليه النقاش في البرلمان وفي المؤسسة وكذا وكذا. اذا مساله خدات واحد المجرى اخر، الدوله كتدخل بالمقاربه الامنيه لتتجلى في الاعتقالات العشوائيه والاختطافات التعسفيه في حق النشطاء ديال الحراك الشعبي اللي خرجوا يلبيو النداء ديال الملك باش يحاربوا الفساد والرشوة. إذن الأحزاب السياسية المحلية والفروع تاعها اللي كاينة في المدينة الحزيمة توقع بيان، توقع بيان تورط هذا الحراك الشعبي على أساس أنه ممول من أجندات خارجية ومن مؤسسات ومنظمات جمهورية، وبعد ذلك تم إرسال تقارير بمغالطات إلى وزير حصاد، ومن بعد ذلك الفتيت تيقول له بأن هاد الناس راه تيلعبوا على راه صعدوا هاد الشيء، ما بقاش السبيطار وكذا، راه هما انفصاليين. ادعى الفتيت، ادعى سعد الدين عثماني الاعضاء ديال الحكومه اللي كيشكل الاغلبيه ديال الحكومه، ادعاهم للدار، جلسوا فوق مطاربه شربوا عليه اتاي ساعتين ديال الهضره، خرجوا بيان قال لك اسيدي راه الناس ديال الريف راه الحراك الشعبي راه الناس انفصاليين. إذن هنا تشوفوا بأن يعني مورطوا الفتيت عبد الوافي الفتيت اللي تخرج من مدرسة ديال سوربون من فرنسا ديال مهندس الدولة في الطرق والقناطير، السيد اللي كان والي أو عامل إقليم ديال الناظور وبالمناسبة ينتمي لهذا الإقليم، وكذلك كان مدير ديال مشروع ديال مارتشيكا في الناظور ميناء المتوسطي ديال مارتشيكا، ومن بعد غيولي والي على الرباط اللي في العهد ديالو تماك في الولاية غادي تخرج الرمانة تفركع على واحد الأرض اللي هزها وغيخرج بها بأنه من خدام الدولة. ما رجعوش حنا رجعوا الموضوع، هاد السيرفتيت اللي غايكتب تقارير ولربما توصل بالتقارير ما غاديش يقدر يكتب التقارير من لا دي اس تي ومن الشرطه ومن الدرك، تتورط نشطاء الحراك بانهم عندهم علاقه مع الاخوان في اوروبا
كيلعبوا اجنده ديال الانفصال. اذا ما خداوش خداو هذا الشيء هذا يعني بمصداقيه بانه خبر، وربما لا شي حاجه، وربما غادي يناقشوا الحكومه وفي المجلس الوزاري مع الملك ولا شي حاجه. اذا تلاحظوا بان يخرجوا باش يقولوا للراي الوطني بان الحركه الشعبيه راه مطالب انفصاليه. اكد ناصر الزفزافي في النداء لدعاء جميع الاحرار والحرائر باش يخرجوا في مسيره للرد على للرد على يعني ما قالته الحكومه من اتهامات الحكومه للريفيين بانهم انفصاليين، وان المطالب الحراك مطالب انفصاليه، وان اجندتهم اجنده ثقافيه انفصاليه. هنا خرجت ما نعرف شي 200,000 واكدوا بانهم ماشي انفصاليين، وما عندهمش حتى شي علاقه بشي مؤسسه ولا منظمه ديال جمهوريين ولا انفصاليين، فقط يدعمون هذا الصنديد ناصر الزفزاف الذي قاد هذه الحراك الشعبي بطرق سلميه وباساليب سلميه، ورغم ذلك بعد الاعتقال اوصى وخلى وصيه للناس باش يتمسكوا بالسلميه. وكتلاحظوا وكتشوفوا بان هاد الناس مازال مسكين بالسلميه. اذا هنا تلاحظوا بان الحكومه كانت متناقضه في تصريحاتها. بعد ذلك تخرج الحكومه تنفي التصريحات الاولى على ان الحراك الشعبي حراك انفصالي. اذا هنا تشوفوا بان الحكومه ماشي ذكيه، حكومه فيها وزراء عندهم مناصب سياسيه، ربما غادي يبقى اليوم غادي يكونوا غدا ما يكونوش. ما نعرف واش كاين شي صوت كاين شي صوره، والله ما نعرف، لان كندير هذا اللايف من البي سي، وما عرفتش واش كاين شي هذه شي تصوات شي نوار ما تفكر مرات السيور في الموضوع.